لما رجع من حجة الوداع، نحن لازلنا في فضائل الإمام علي، لما رجع النبي من حجة الوداع مر على غدير يسمى غدير خم، والحديث صحيح. مر النبي على هذا الغدير فقال بعد أن سأل النبي أصحابه، قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى. قال: اللهم، يخاطب الصحابة الأجلاء، اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. والولاية هي الحب والنصرة، فلا يحب الإمام علي إلا المؤمنون، ولا يبغضه إلا المنافقون. قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. نشهدك اللهم أننا نوالي الإمام علي، ونحب الإمام علي، وننصر الإمام علي بن أبي طالب، وندعو الله أن يجمعنا معه في جنات النعيم. إنه الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لما ذهب النبي إلى تبوك، أي سنة تبوك التاسعة، لما ذهب النبي إلى تبوك خلف عليا على المدينة، صار واليا على المدينة، وكانت مرحلة صعبة، بقي في المدينة أكثرهم المنافقون، فخلف النبي على المدينة نساء وأطفال، والمنافقون كثر، خلف عليهم الشجاع علي بن أبي طالب. فسمع الإمام علي أن الناس يتكلمون: خلفك مع النساء؟ خلفك مع الصبيان؟ فكأن الإمام علي تضايق. ليش؟ وهو الشجاع، وهو البطل، ما في معركة إلا شهدها. فذهب إلى النبي فقال: يا رسول الله، تدعني مع النساء والأطفال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كيف هارون من موسى؟ لما ترك قومه وذهب يكلم ربه خلف عليهم من؟ هارون. قال نفس الآن الفعل أفعل معك. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، انقطعت النبوة، لكن فضلك عظيم وشأنك جليل. موسى لما ترك هارون ليس لضعف فيه، بل لثقة فيه، والآن يثق النبي بعلي وولاه على المدينة.